فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: لو أن شخصا وضع مسابقة وجعل على هذه المسابقة جعل مبلغا من المال، فهل فعله هذا جائز؟ مسابقة على إيش؟ مسابقة على ما جاء في الحديث، على الرماية، على ركوب الخيل، على ركوب الإبل، هذا جائز. وألحق به ابن القيم رحمه الله الجائزة على حفظ القرآن وعلى مسائل الفقه، قال: لأن هذا يدخل في الجهاد في سبيل الله، لأن طلب العلم من الجهاد في سبيل الله، وما عدا ذلك لا يجوز أخذ الجوائز عليه، حرام ومن القمار، هذا هو القمار. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.